كشفت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن رسالة دعم تلقيتها من شخص ما حددت هويته وجاء فيها، ابقي ساطعة عن جميلتك وتعبر عن أخلاقك، معربة عن سعادتها الكبيرة بالدعم اللي بتتلقاه من جمهورها، وعلقت الكيك على الرسالة بتدوين كتبتها عبر انستغرام، مؤكدة انه أجمل الأشخاص بالحياة هن الداعمين اللي بيشعروا بالفرح تجاه نجاح غيرهم. معلقة: بحب الناس اللي بتحب تشوف غيرها عم يكبر واللي ما نسيت الطفل اللي جواتها. وأضافت أنها تعمل بالتمثيل منذ 17 عاماً، وكانت تلك السنوات متعبة مليئة بالجهد والتضحية والفرح بالنجاحات، مشيرة إلى أنها اختارت أصعب وأجمل مهنة وعلقت: المهنة اللي بتنعاد غدارة وقهارة. وتابعت باميلا: نتعب 20 ساعة بالنهار على مدار 6 أيام بالأسبوع، بيطلعوا دقائق وثواني. وأكملت أنه الله بينصفهم بعوض تعبهم وصبرهم الطويلين بنجاح ما يمكن لأي شخص تفسيره قائلة. وهون التعب اللي الله بترجمه لنجاح اللي ما حدا فيه فسره. وأعربت الكيك عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الأخير كريستال اللي يعرض حالياً على إحدى المنصات، لافتة إلى أنه فرحتها هيدي المرة مختلفة، فهي واضحة ما بشوهها ضجيج أو انتقاد، وعلقت: مبسوطة أكيد بس بطريقة جديدة وراقية، ما فيها ضجة ولا عجقة، لأول مرة فيها وضوح جديد. كما أعربت عن حبها الكبير لجمهورها اللي بيشجعها وبيدعمها بكل عمل، موضحة إلى أنه هدفها الأول من مهنتها هو تقديم الحب والفرح. معلقة: مسؤوليتي كإنسانة وكفنانة إني وزع نقط حب وين ما كون، على قد كل نقط الحب والدعم اللي عم بتلاقاها منكن بحبكن. وحسب مسلسل كريستال المقتبس عن مسلسل حرب الورود التركي، نجاح كبير بالوطن العربي وتصدر المركز الأكثر مشاهدة على المنصات الإلكترونية. كما تلقت باميلا الكيك قست عليا بالمسلسل إشهادات واسعة من قبل الجمهور، مؤكدين أن ممثلة رائعة بتتمتع بموهبة كبيرة. وأشارت الكيك إلى أنه دورها بالعمل من أجمل وأصعب الأدوار اللي أدتها. وتجسد الكيك في كريستال دورة عليا مصممة الأزياء اللي بينشب بينها وبين ابنة عامل في منزلها صراع طويل، إذ بتخسر حبها وشقيقها بسبب خلافها معها.